إذاعة سلطنة عمان تقدم. قدم الباحثون العمانيون في الجامعات الأجنبية أطروحات وأبحاثاً تناولت شتى ميادين العلم والفنون والمعرفة، وهذه مساحة نفردها لكم في دراسات عمانية. دراسات عمانية. إعداد وتقديم الدكتور هلال الحجري. دراسات عمانية للمخرج علي بن عبد الله العجمي. دراسات عمانية. أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج دراسات عمانية. من الأطروحات التي أنجزها العمانيون في الخارج رسالة دكتوراه بعنوان تقييم برنامج التأهيل التربوي الأولي لمعلمي المجال العلمي في كليات التربية بعمان، قدمها الدكتور أحمد بن إبراهيم الكندي لجامعة غلاسكو في اسكتلندا سنة 2006. دراسات عمانية. ينص الباحث في ملخص دراسته على أن الغرض من بحثه هو تقييم البرنامج الأولي لتأهيل المعلمين الذي تقدمه تحديداً كليات التربية العمانية الأربع لإعداد معلمات المجال العلمي في تدريس مادتي العلوم والرياضيات بمدارس التعليم الأساسي. قيم الباحث كفاية هذا البرنامج لإعداد المعلمين المؤهلين لتدريس هذه المواضيع في نظام مدرسي متغير ينفذ منهاج التعليم الأساسي المطور وبرنامجه. هذا النظام كما يصفه الباحث يميل إلى نقل العملية التعليمية التعلمية من بيئة تعليم تقليدي إلى بيئة تعليم بناء. وقد ركزت الدراسة على كفاءات التدريس المحددة لهذا البرنامج، وتحققت من مدى اعتبار المشاركات أنفسهن مدربات تدريباً سليماً فيما يتعلق بهذه القائمة من الكفاءات في ممارساتهن المهنية، كما سلطت الضوء على مواقف المعلمات الطالبات والمعلمات العاملات ودوافعهن نحو مهنة التدريس بشكل عام وتدريس العلوم والرياضيات في المدارس الابتدائية بشكل خاص. وقد حاولت الدراسة التحقق من مدى بنائية الطرق التي تتبعها المعلمات الطالبات والمعلمات العاملات في دروسهن لمادتي العلوم والرياضيات. صمم الباحث إطار التقييم لهذه الدراسة من أجل تنفيذ خطتها وتحقيق أغراضها، وقد فحص نماذج مختلفة من التقييم وعرضها عرضاً نقدياً، وخلص من ذلك إلى عدم وجود نموذج محدد يمكن اعتباره الأكثر تميزاً، بل توصل إلى أن نموذج التقييم يعتمد على عوامل مثل الهدف من الدراسة وطبيعة البرنامج وسياقه والمستهدفين منه. وعليه فإن الباحث بنى دراسته من ثلاث مراحل مع نتائج أدوات التقييم التي أجريت في كل مرحلة، مما أفضى بالتالي إلى المرحلة القادمة. في المرحلة الأولى استخدم الباحث الاستبانات والمقابلات شبه المنظمة
بينما استخدم في المرحلة الثانية قائمة مرجعية للمراقبة تلتها مقابلات لاحقة لجمع المعلومات، وفي المرحلة الثالثة أجرى مقابلات مفتوحة. ويقول الباحث إنه على الرغم من أن الدراسة ركزت على المعلمات الطالبات والمعلمات العاملات، فإنه تم توسيع نطاق البحث للحصول على معلومات من مشاركين آخرين وهم تربويون من مختلف المناصب، مثل مستشاري المناهج الدراسية والأكاديميين والموجهين والمعلمين الأساسيين والمعلمين الكبار. ويؤكد الباحث بأن النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة تشير إلى أن المشاركين بشكل عام وجدوا بعض الكفاءات المدرجة ذات أهمية كبرى، وعلى الرغم من وجود بعض الإجماع على أهمية هذه الكفاءات، فإن هناك بعض النقاد الذين لا يمكن تجاهلهم اعتبروا هذه الكفاءات بعيدة عن أهداف إعداد معلمي المجال العلمي في مدارس التعليم الأساسي التي تم تطويرها، لأن معظم الكفاءات المدرجة من المفترض أن تكون أسس مكونات البرنامج، وعليه فإن مقررات التعليم بالكليات عامة جدا. ويضيف الباحث بأن نتائج الاستبانات تبين أن المعلمات الطالبات والمعلمات العاملات قد ضخمن تصنيفهن الذاتي للكفاءة ضمن الكفاءات المدرجة، لأن الردود من المقابلات المباشرة وشبه المنظمة أظهرت مواقف مختلفة. وقد أكدت هذه الآراء المختلفة مقابلات أساتذة المعلمات ومديراتهن وآراؤهم نحو عدم كفاية خريجات كليات التربية. كما يؤكد الباحث بأن مراقبة أداء المعلمات الطالبات والمعلمات العاملات أثناء تدريس العلوم والرياضيات، وكذلك نتائج المقابلات اللاحقة، أظهرت أن هناك ضعفاً في بنائية الطرق المستخدمة في هذه الدروس. ختاماً، اقترح الباحث حزمة من التوصيات التي يمكن أن تحسن إعداد معلمي المجال العلمي قبل الخدمة وأثناءها، بما يمكن المعلمين بشكل أفضل من تلبية المسؤوليات التي يواجهونها في مدارس التعليم الأساسي المطورة. تكونت هذه الدراسة من 10 فصول، ونقرأ من خاتمتها هذه الفقرة: دراسات عمانية. يقول الدكتور أحمد بن إبراهيم الكندي: من أجل التغلب على النظام الهرمي لنقل المعلومات داخل أنظمة تأهيل المعلمين وإضفاء الطابع الاحترافي على التدريب في مرحلة ما قبل الخدمة وأثناء الخدمة، فإنه ينبغي تصميم حزمة للتطوير المهني للمعلمين الطلاب والمعلمين العاملين. وقد تتضمن هذه الحزمة ما يأتي: أشرطة الفيديو أو الأقراص المدمجة من دروس نموذجية للمعلمين ذوي الخبرة والمدربين، أيضاً النشرات والكتيبات وأدلة المعلم لمواضيع محددة مثل التفكير في التدريس والبحوث العملية والتدريس البنائي والتقييم الأصيل وغيرها من المفاهيم ذات الصلة. ويمكن أن يصمم حزمة التطوير المهني هذه لجنة مؤلفة من مستشاري المناهج الدراسية ومصممي المناهج الدراسية والموجهين والمحاضرين والمعلمين العاملين، وينبغي توزيع هذه الحزمة على المعلمين في بداية العام الدراسي، ويطلب منهم إعداد يوميات ومحافظ لتدريسهم. كما يمكن للمعلمين ذوي الخبرة والموجهين تقديم نوع من التوجيه خاصة في هذه القضايا،
ثم يتم تقييم هذه المحافظ عن طريق التقييم الذاتي وتقييم الخبراء الخارجيين مع مكافأة المعلمين وفقاً لجهودهم والتقدم المحرز في التطوير المهني. دراسات عمانية. كان ذلك عرضاً لرسالة دكتوراه بعنوان تقييم برنامج التأهيل التربوي الأولي لمعلمي المجال العلمي في كليات التربية بعمان، قدمها الدكتور أحمد بن إبراهيم الكندي لجامعة غلاسكو في اسكتلندا سنة 2006. دراسات عمانية. مع تحيات الدكتور هلال الحجري والمخرج علي بن عبد الله العجمي. دراسات عمانية.